طلبت الشرطة البريطانية مساعدة الجيش في التحقيق في هجوم بغاز أعصاب استهدف جاسوسا مزدوجا روسيا كانت تستضيفه كلاجئ سياسي. وتزايدت التكهنات في بريطانيا حول دروع روسيا في تسميم الجاسوس الذي كشف عن معلومات سرية عن جواسيس آخرين عام 2004. الحرب الباردة الجديدة لبريطانيا وروسيا، هكذا يبدو الموقف بين الدولتين العظمتين بعد حادثة تسمم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري جنوبي البلاد. التسمم بغاز الأعصاب هو التفكير الأول الذي ذهبت إليه أجهزة التحقيق البريطانية لتنشر قوات خاصة لإزالة أي متعلقات ربما تلوثت في المدينة التي تعرض فيها سكريبال للتسمم. سكريبال كان برتبة كونل في الاستخبارات العسكرية الروسية عندما كشف عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه في موسكو في عام 2004، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 13 عام في عام 2006، ثم حصل على حق اللجوء في بريطانيا في عام 2010 بعد مبادلته بجواسيس روس. ولا يزال سكريبال وابنته فاقد الوعي وفي حالة حرجة، فيما أصبح الشرطي الذي وصل لمساعدتهما قادرا على الجلوس والتحدث بعد أن أدخل في وقت سابق إلى العناية المركزة، كما تلقى أكثر من 20 شخصا العلاج عقب الحادثة. وزارة الدفاع البريطانية والشرطة قالتا إنه جرى إرسال نحو 180 فردا بينهم خبراء كيماويون إلى المدينة لإزالة سيارات الإسعاف ومركبات ومتعلقات أخرى لها صلة بالحادث. الحادث ربط بقضية جاسوس المخابرات الروسية السابق ألكساندر لادفينينكو الذي كان معارضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومات في لندن عام 2006 بعد تناوله شرابا ملوثا بمادة البولينيوم المشعة. من جانبها قالت بريطانيا إنها سترد بقوة، إذ أكدت الأدلة أن روسيا مسؤولة عن محاولة القتل، فيما نفى الكرملين أي ضلوع له في الحادث ويقول إن هوس معاداة روسيا يجتاح الإعلام البريطاني. كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تهديدات بريطانيا بالانتقام إذا ثبت وقوف روسيا وراء تسمم سكريبال هي مجرد دعاية وليست بالأمر الجدي. Yeah.